فعلى أي حال، هذه الصورة التي أخبرتكم عنها أكيد احتفظتم بها، افتحوها وانظروا إليها. اليوم سنتحدث حول الفرونت بيج والبلوج بوست اندكس التي هي الهوم بيج. فإذا بداية، الملف الأساسي أو الفول باك، نسميه فول باك. فول باك ماذا يعني؟ يعني في حالة أن لم يكن أي ملف موجود، ما الملف الذي سيتم تحميله؟ هو ملف الاندكس. طيب، ملف الاندكس هنا لاحظوا، إذا أردت تحميل المدونة فإذا سيتم تحميل صفحة الهوم إذا كانت موجودة. فإذا كانت الهوم موجودة سيتم تحميلها أيضا. أيضا بالنسبة للفرونت بيج، أيضا سيتم تحميل الهوم إذا كانت موجودة، إذا لم تكن موجودة سيتم تحميل إندكس. بالنسبة للفرونت بيج، إذا كان هنالك صفحة فرونت بيج فعليا سيتم تحميل صفحة الفرونت بيج. أعرف أن هذا معقد ولذلك سأشرحه لكم. فإذا بكل بساطة، إذا ذهبنا إلى إعدادات، إعدادات قراءة أعتقد، قراءة، نعم قراءة، لاحظوا هنالك تعرض صفحتك الرئيسية، آخر مقالاتك، أم صفحة ثابتة. إذا أردنا مثلا أن نقول صفحة ثابتة، فيمكن أن نختار من هنا الصفحة الثابتة وصفحة المقالات. فحتى نقوم بذلك دعونا ننشئ صفحات لذلك. فإذا أنا سأذهب إلى صفحات، ومن صفحات هنا سأنشئ صفحة جديدة. إذا أول صفحة سأسميها المدونة، المدونة، أريد تسميتها اسم يعني حتى نعرفه. إذا سأكتب هنا المدونة هوم، هكذا سأكتب، جيد، ونشر. فقط سأكتب هذا الموضوع، يعني المدونة هوم. طبعا أنت يمكنك أن تسميها أي شيء. الغرض من هذه التسمية هو أنني أريد أن يعني أوضح موضوع. الآن سأقوم بإضافة صفحة جديدة سأسميها الرئيسية front page، جيد، وأيضا نشر ونشر. فإذا الآن بإعدادات القراءة، عدت لإعدادات القراءة، سأقوم بالتحديث، وهنا سأكتب صفحة ثابتة. اختر من الآتي: الصفحة الرئيسية أنا أريدها الصفحة الرئيسية front page، صفحة المقالات أريدها صفحة المدونة home، جيد، وسأقوم بالحفظ بهذا الشكل. طيب الآن إذا ذهبت لموقعي، لاحظوا هذه الرئيسية، لاحظوا ظهرت لي الرئيسية front page. لماذا ظهرت لي الرئيسية front page؟ الرئيسية front page يعني الصفحة التي أول صفحة من موقعك، أول صفحة موقعك اسمها الرئيسية أو اسمها front page، يعني بووردبريس اسمها front page، هكذا اسمها front page، يعني الصفحة الأمامية. فأنا قلت أن الصفحة الرئيسية لموقعي أنا اخترتها من هنا، أريد هذه الصفحة التي أنشأتها قبل قليل. طيب أنا لو ذهبت لتحرير الموقع حتى أرى هذه الصفحة الرئيسية، من أين يتم تحميلها؟ لاحظوا، من بيجز، من بيجز. طيب أنا لا أريد أن يتم تحميلها من بيجز، أريد لها صفحة خاصة. فيمكن أن أنشئ لها تمبلت خاص اسمه front-page.html. وبالتالي هنا لاحظوا سأقوم بالذهاب لتمبلت في ملفاتي، جيد، وهنا سأقوم بكوبي البيج .html بملف front page .html، سأنشئ هذا الملف. الآن لو أنا قمت بعرض محتويات front page .html، ما الشيء الذي سأجد فيها؟ سأجد فيها الهيدر، سأجد فيها، لا يوجد فوتر، يمكن أن أضيفه الآن، لا مشكلة. فإذن هنا في الأدنى هكذا، وهنا سأضيف الفوتر، هو اسمه هنا، وضعنا البوست تايتل ووضعنا البوست كونتنت. فإذا جيد جدا. لاحظوا أنا هنا بعد الهيدر سأكتب أن this is front page حتى أعرف هل تم تحميل هذا. فإذا الآن ملف الفرونت بيج أصبح الآن موجود، فلا داعي لتحميل الصفحة الآن، سيتم تحميل الفرونت بيج. فالآن مرة أخرى سأحدث، لاحظوا نفس الشيء، لكن هنا يقول this is a front page لأن هذا تمبلت الخاص بالفرونت بيج. وإذا قمت بتحرير الموقع فإذا الآن سيعطينا الفرونت، الصفحة الأمامية أو front page. هذا التمبلت مهمته أو هدفه هو الصفحة الرئيسية، عندما يقوم الشخص أو المستخدم النهائي بوضع تحديد صفحة رئيسية، تحديد صفحة رئيسية بإعدادات القراءة، بإعدادات قراءة، يقوم بتحديد صفحة رئيسية، هذا الشيء الذي سيظهر له، الشيء الذي تضعه أنت في
ملا front page. إذن هذا هو الفرونت بيج. يمكن أن تضع فيها أي شيء تريد، مثلا مثال بسيط يمكن أن تضع فيها الخدمات، يمكن أن خدمات مثلا إذا كانت شركة أو كذا، يمكن أن تضع فيها مثلا آخر المقالات، مثلا آخر 5 مقالات، يمكن أن تضع فيها نبذة عن الموقع، مثل هذه الأشياء. الآن لنأتي لصفحة هوم. إذا عدنا للصفحات، صفحة المدونة، لاحظوا مجرد أنني حددتها من هنا أن هي المدونة، لاحظوا بصفحة الصفحات يقول صفحة المقالات، الصفحة الرئيسية هكذا حددها. فإذا أنا أريد تحديد صفحة المقالات، فلاحظوا الآن ظهرت لي فعلا المقالات. طيب من أين جاءت هذه؟ من أي تمبلت؟ هي تمبلت الاندكس، ستكون تمبلت الاندكس لأن ليس لدي تمبلت مخصص لاحظوا تمبلت الاندكس. فمرة أخرى للصورة، أنا أردت تحميل منشورات المدونة، ولاحظوا أعزائي لا يوجد يعني أي يعني لتحميل منشورات المدونة يجب أن يكون لدي هوم أو يكون لدي إندكس. طبعا أنا لدي إندكس وليس لدي هوم، فتم تحميل إندكس. إذا أردت تحميلها بهوم، فبكل بساطة يمكن أن أنشئ تمبلت مخصص للموضوع. فأنا بكل بساطة سأقوم بإنشاء تمبلت اسمه home.html، جيد، وسأقوم بنسخ محتويات الاندكس بداخل home.html. لكن بداخل الهوم سأكتب شيء إضافي هنا في الأعلى، سأكتب this is home أو articles page. الهدف من الموضوع مرة أخرى أن نعرف ما هو هذا التمبلت. فإذن الآن لو قمت أنا بتحديث المدونة، طبعا نفس الشيء لن يختلف أي شيء، لكن سيقول لي this is home articles page، فأنا أعرف أن هذا هي الارتيكلز يعني صفحة المقالة. هذه التمبلتس الهوم والفرونت بيج جدا مهمة، ومن التمبلت الرئيسية. يعني مثلا إذا أردت إنشاء قالب لابد أن تفكر بإنشاء صفحة أمامية وأن تفكر بإنشاء صفحة مدونة أو صفحة مقالات. هذا الشيء يعني جيد أن تقوم به، ونحن قمنا به بشكل بسيط جدا، أننا أنشأناه بداية. فإذا لنرى، فنحن أنشأناه بداية، أنشأنا هذه النماذج بهم، فعلا ظهرت لنا المقالات. وبفرونت بيج يمكن أن نضع أي شيء، كما قلت نبدأ عن الموقع، الخدمات، آخر مثلا 3 مقالات، إذا كان هنالك منتجات آخر المنتجات، المنتجات الأكثر مبيعا، مثل هذا الكلام يعني. واضح؟